إذن مشاهدينا، وللمزيد من التفاصيل حول مدى التزام التجار بنظام المداومة، معي في بلاتو قناة الوطنية في النشر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك السيد فادي تميم. أهلا بك وعيدك مبارك، شكرا على تواجدك معنا. أيضا أهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. شكرا. إذا سيد تميم، ما شهدناه ربما هذا العام هو التزام التجار بنظام المداومة بنسبة 99% حسب ما صرحتم به. في رأيك أستاذ تميم، هل العقوبات المشددة التي جاء بها المرسوم هي التي دفعت بارتفاع نسب المداومة إلى مستويات جيدة في أيام العيد، أيام عيد الفطر المبارك؟ نعم. أولا يعني لازم نبهو المشاهد الكريم أن المداومة ماهيش فتح جميع التجار لمحلاتهم أيام المناسبات والأعياد. المداومة هي يعني توفير الحد الأدنى من الخدمات خلال فترة العيد. الحمد لله نشوفوا يعني عيد 2024 تحسن في المناوبة، تحسن واضح وصريح يعني في كثير من الولايات، في كثير من المناطق، وهذا ناتج أولا من جهة المرسوم اللي شدد على العقوبات من في حالة الإخلال بنظام المداومة، ومن جهة ثانية بنكونوا يعني محقين أيضا زيادة الوعي عند التجار. سابقا التاجر يعتقد أن المحل ملكه، أن السجل التجاري ملكه، فهو غير ملزم بمناوبة وما إلى ذلك، لكن مع يعني الحملات التحسيسية، دور الإعلام أيضا في توضيح هذا الأمر يعني خلق نوع من الوعي لدى التجار. ونعطيك معلومات أنه خلال العيد 2024 بعض المحلات الغير ملزمة بالمناوبة فتحت، بالإضافة أنه نشوف أنه حتى نظامنا التجاري في أحيائنا انتشار للسوبرات. للسوبرات أصبحت تفتح بدون مناوبة ولا بدون مناوبة، تفتح مباشرة. كان عندنا إشكالية في المقاهي، عندنا إشكالية في المخابز، ما إلى ذلك. الآن الخوف من العقوبات، الناس فتحت المحلات تاعها أيضا يعني ثغرات اللي كانت موجودة. نعطيك مثال، لما تفرضي المناوبة على الخضار، والخضار لا يملك منتوج، جميع يعلم أنه آخر أيام في رمضان يشهد إقبالا كبيرا، منتوجه قد نفذ أكيد، وشراء مكثفا. لماذا؟ لأنه المستهلك في حد ذاته ما يثيقش، يقول لك عندي يومين ولا ثلاث أيام تاع العيد مش راح نلقى، فيشتري أكثر من احتياجاته. معناها هذا الخضار إذا فتح ألزمته بالمناوبة وفتح هو فارغ، ماذا استفدت منه؟ بينما هذا العام وزارة التجارة انتبهت لهذا الأمر وقررت لأسواق الجملة للخضر والفواكه أنها تناوب. هنا يكون التاجر عنده المكان اللي يقدر يشتري من عنده. شفنا في الفليفيتير مصانع الحليب، حينما تفتح مصانع الحليب خلال أيام العيد وتوزع المنتوج تاعها، اكيد راح يتم توزيعه للمستهلك. هذه الامورات نقولوا دائما التوفيق من الله، لكن اجتماع هذه العوامل كامله خلى انه المناوبه لعام 2024 يعني عيد الفطر ل 2024 يكون احسن وجيد جدا مقارنه بالسنوات الماضيه. فعلا على غرار السنوات الماضيه شهدنا هذه الاستجابه الجيده من طرف التجار، هل كان ربما ذلك متوقعا؟ وماذا عن اخر ربما التقارير التي وصلتكم من مختلف ولايات الوطن من مكاتبكم؟ اكيد. اولا خلينا نكون صادقين ونقول لك انه كنا خايفين من عيد الفطر 2024. لماذا؟ لانه اول مره راح نكونوا بعيد ثلاث ايام عطله. صحيح. بالاضافه الى انه هذا العيد يتزامن مع عطله نهايه الاسبوع. لما لو تشوفي معايا اول ايام العيد يوم الاربعاء، يعني عندنا اربعاء وخميس وجمعه وسبت، اربع ايام متتاليه، فكان عندنا خوف انه ما يكونش التزام بالمناوبه وتصير لنا ازمه في التمويل بالنسبه للمستهلك. لكن الحمد لله الاصداء اللي وصلتنا من مكاتبنا الولائيه انه يوجد مناوبه، انه ما كانش مستهلكين اللي يقول لك الخبز لغير متوفر في الحي تاعي ولا في المنطقه تاعي. ايضا نشكر فرق المراقبه اللي شفناهم خرجوا ايضا بكثافه خلال اول يوم من العيد، ورافقوا يعني حتى مكاتبنا الولائيه. نعطيك مثال، برج بوعراريج خرجوا، مكتب الولائي خرجوا مع فرق المراقبه لمعاينه يعني مدى الالتزام بالمناوبه. ايضا مكتب وهران خرج مع فرق المراقبه لملاحظه الالتزام بالمداومه. هذه الامور
خلاتنا انه نشوفوا عيد بدون اختلالات وبدون شكاوي كثيرة من المستهلكين، ما عدا بعض الشكاوي اللي توصلنا. لذلك انا قلت لك انه المناوبة هي الحد الأدنى من الخدمات، لأنه بعض المستهلكين يتواصلوا معنا يقول لك أنا في الحي تاعي الخباز مغلق، تقول له في المنطقة تاعك هل جميع الخبازين مغلقين؟ يقول لك لا بصح بعيد عليا شوية. لا، المناوبة ماهوش ملزم جميع الخبازين يفتحوا في كل منطقة، بحيث لو تشوفي عدد التجار في الجزائر يتعدى أكثر من مليون تاجر، بينما المناوبة هي 50,000 اللي أقرتهم وزارة التجارة، هي 50,000 تاجر مناوب، يعني في كل منطقة تقريبا. معليش نتنقلوا شوية على الأقل، أحسن من نلقى جميع الخبازين أو جميع المحلات مغلقة. لكن يعني بصراحة وصلتنا كثير من الأصداء الإيجابية، ما عدا في النقل الخاص، يعني للأسف الشديد نشكروا عبر يعني المنبركم المؤسسة العمومية للنقل اللي مشكورة في الولايات اللي موجودة، دارت برنامج والتزمت بالبرنامج، ويعني نقصت من معاناة المستهلكين الذين لا يملكون وسائل نقل، نشكرهم. لكن للأسف الشديد في بعض الولايات اللي ما فيهاش مؤسسة عمومية، هي خاضعة فقط للخواص، للأسف ما زالت العقلية أنه الحافلة حافلتي وما نخدمش في العيد. لذلك نتمنى من وزارة النقل أنه تحذو حذو وزارة التجارة وتراقب مدى المناوبة في نقل المسافرين للخواص، لأنه المستهلك هي المناطق النائية بالخصوص، المناطق النائية والمناطق البعيدة، لأنه هل المستهلك اللي ما عندوش وسيلة نقل ما عندوش الحق أنه يتنقل خلال العيد لزيارة الأقارب أو لتفسيح الأولاد أو ابتلاء مستلزماته، حتى يعني حاب يخرج هو وأولاده، يعني من حقه، وهذه الدولة تعمل عليها. لو تشوفي النصوص التشريعية والأمور، يعني تعمل عليها الدولة وحطها في عين الاعتبار. لكن للأسف عدم استجابة أو ضعف استجابة الناقلين الخواص يجعل من أيام العيد إشكالية بالنسبة للنقل المستهلك. فعلا، لو نتحدث الآن أستاذ فادي تميم بخصوص وفرة المنتوجات خلال أيام العيد، هل هناك مستجدات مسجلة بخصوص وفرة المنتجات الواسعة الاستهلاك؟ شوفي، بالنسبة للوفرة لا نقاش في الوفرة منذ بداية رمضان إلى الآن، الوفرة موجودة، ما عدا حصلت بعض الاختلالات خلال الأيام الأخيرة من رمضان وتدخل السماسرة على الخط. نعطيك مثال، مثل الكوسة أو الجورجات اللي ارتفع ثمنها كانت خلال رمضان 30-40 دينار، وصلت ل 230 دينار، الخردل اللي وصل ل 250 دينار. هذه الوفرة موجودة، وانا معاك بعد العيد بايام سنجد يعني سقوط الحر لاسعار هذه المواد. لكن يوجد من يعلم ما هو النمط الاستهلاكي للمستهلك الجزائري. نعلم انه المستهلك الجزائري يحتاج الكوسه ويحتاج الخردل، نعرفوا الاطباق التقليديه اللي نستعملوها خلال ايام العيد. لذلك يدخلوا سماسره ما عندهم صفه التجاره، يدخلوا يشتروا جميع الكميات ويرفعوا اسعارها على امل انه المستهلك راح يقتنيها بكميات. لكن احنا بالنسبة لنا كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، ما هوش قانون انه لازم نشري الكوسة. اذا الكوسة شفتها قبل ايام 30 دينار، خلال يومين من اجل العيد نشريها ب 240 دينار، هنا على المستهلك انه ما يبقاش هو المتفرج وينتظر تدخل السلطات العمومية او جمعيات حماية المستهلك. هنا المستهلك عليه ان يكون مستهلك فاعل وما نشريهاش. يعني هناك رقابات بخصوص الاسعار خصوصا في الاعياد استاذ تميم؟ المواد مثل هذه ما عندهاش اسعار مسقفة لكي نحاسب الثمن، هي مجموعة تلاعبات. لما يدخلوا اصحاب المال من السوق السوداء بدون سجل تجاري ويشتري كل الكمية من اسواق الخضر والفواكه، ويقوم هو بإعادة بيعها بأثمان مرتفعة، لأنه نعرف المستهلك كيف راح يشتري وماذا سيحضر كطبق في أول أيام العيد. لذلك هو نمط استهلاكي حفظوه بعض السماسرة، يستغلونه في بيع هذه المواد بغير أسعارها الحقيقية. لماذا غير أسعارها الحقيقية؟ لأنها خلال شهر رمضان لم تتجاوز 30-40 دينار، بينما في بين ليلة وضحاها يعني 24 ساعة ترتفع إلى أعتاب ال 200 دينار. هذا نوع من أنواع المضاربة. ما زلنا ما يعني صحيح أنه رمضان 2024 قدرنا نقضيه على بؤر المضاربة الكبيرة جدا، لكن ما زال بعض هذه يعني الاختلالات
هنا المستهلك عليه أن يكون مستهلك واعي ومستهلك فاعل. ما نشريش، يكفي أنه العام هذا إذا تكبدوا هذو الناس اللي يتلعبوا في هذا النوع من الخضر من أجل العيد، إذا تكبدوا خسائر هذا العام ويزيدوا يتكبدوها العام الجاي، أكيد راح ينسحبوا من العملية هذه وتبقى سلسلة تجارية عادية أكيد. من المنتج نحو المستهلك مرورا بتاجر الجملة. نعم، لو نرجع فقط إلى بخصوص العمل التطوعي دون مناوبة، كما قلت سابقا هناك تجار غير ملزمين بالمداومة، بالرغم من ذلك يعني عملوا في أيام خلال أيام العيد الفطر المبارك، ماذا يمكن أن تضيف بهذا الشأن أستاذ تميم؟ شوفي، يعني احنا قضية المناوبة في العيد من المفروض تصبح خلق، تصبح فعل من عند التاجر في حد ذاته. نعطيك أنا حاجة ما نحسوش بها، مناوبة الصيدليات. هل نجد إشكالية طوال العام في مناوبة الصيدليات؟ ما نلقاوهاش، بالعكس. صحيح. الصيدلي الذي يناوب يوم الجمعة يعمل بدون، يعني صحيح أن وزارة الصحة تعطي قوائم وهي التي تضبط أمور المناوبة، لكن الجميع يلتزم بالمناوبة. لماذا؟ لأنه الصيدليين يحسوا بمسؤوليتهم المجتمعاتية للناس المرضى. في الليل موش مريض ما يلقاش. نفس الشيء اللي يحدث مع الصيدليين نتمنى أنه يحدث مع التجار، وهذا يعني من خلال الاتحاد العام للتجار والحرفيين اللي نحييوه على المبادرات اللي قام بها خلال طول شهر رمضان. أيضا لازم يكون عندنا عمل مع التجار أنه يحسوا أن المناوبة تنبع من شعورهم هم اللي يحبوا يديروا المناوبة. أكيد. بعض التجار الآن يقوموا بعملية المناوبة كعملية تجارية، نتمنى أنه تصبح كفعل كمسؤولية مجتمعاتية من التاجر، أنه يحس عنده مسؤولية أنه أكيد. هو مسؤول في المنطقة اللي موجود فيها بهيمون مجموعة المستهلكين. إذا وصلنا إلى هذا المستوى من التفكير أكيد راح يعني حتى لو تكون القوانين راح يلتزموا التجار، وما نحتاجوش أنه نفرض عليهم رقابة من أجل إجراء عملية المناوبة. نعم، شكرا جزيلا لك إذن فادي تميم، المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. شكرا جزيلا لحضورك وعلى إثرائك لموضوعنا، وعيدك مبارك مرة أخرى.